دابا اللي كنشوف دابا مابقاوش علاقات رضائيه ديال خذ ورد في الهضره باش يعرف شخصيه الانسان. دابا ولاو كيقول لك حكاتي وصلوا حتى العلاقات الجنسيه حكا هذه باش نتعرفوا على بعضياتنا نشوفوا راسنا واش نقدروا نكملوا ولا لا. ماشي معقول كيف ليا سورتو البنت مازال الولد ماشي مشكل، واخا انه راه حرام على البنت حرام على الولد. راهو في المجتمع ديالنا ما حيت هو مجتمع ذكوري كتبان ليه الولد ماشي مشكل حيت ما يجيبش الكرش، اما انا كتبان ليا البنت فعلا كتوسخ دغيا، يعني خصها تحافظ على راسها ما امكن باش غتوسخ راسها قبل ما توسخ عائلتها وقبل ما توسخ المجتمع، حيت هي اللي كانت عندها واحد الافكار يعني شويه خارجه على سميتو راه حتى ولادها غادي يكونوا من نفس غادي يمشيو على نفس الطريقه. ما كنتمنوا المجتمع ديالنا يكون مجتمع شويه دي يكون عندنا الدين، واخا انا ماشي محتجبه راه لبسي يقول لك، ولكن على الاقل البنت تحافظ على راسها. راه كنقول انا البنت بحال شي بومبو الا حل هذا وحطه كيولي الشكل ديالها ما غيبقاش شكل زوين. العلاقه الرضائيه خارج اطار الزواج بطبيعه الحال كتنجم عنها مشاكل نفسيه اجتماعيه كثيره جدا. ثم نحن عاوتاني بغض النظر على اننا كدوله اسلاميه محافظه، فمادام ان الشرع انه خلى ان الزواج يكون بواحد العقد الشرعي باش يكون داك التواصل الا بغينا نقولوا جنسي في اطار مقنن، فانه الا كان خرج على هذا الاطار هذا فغادي يكون بزاف ديال التاثيرات. دوك الابناء ما تلقاوش زعما الراحه ديالهم باغ لا سويت، زعما انهم تلقاو مشاكل اجتماعيه عديده جدا، ما تعرفوش الاباء ديالهم، الامهات ديالهم تقريبا تيبغيو يستعروا منهم الا بغينا نقولوا او بشكل هذا، كيعانيوا معاهم من الصوره النمطيه ديال المجتمع، النظره ديالتهم الدنيويه انهم ماشي ابناء جاو في اطار مشروع. دونك هذاك الشيء عنده بزاف سلبيه جدا. كل واحد هو التفكير ديالو. دابا هذا الوقت الزواج شكون اللي قاد عليه؟ ها؟ قاد عليه حتى واحد الزواج، تزوج خاصك مصاريف، خاصك الديور، خاصك الدار، خاصك هذه، والناس الشباب راه ما خدامينش. ما كاين لا خدمه لا والو، كيفاش غايجي يتزوج؟ خصو غير بعدا كيقلب على خدمته ويقلب عليه، يعني اكارونطو مازال ما خدمش. شكون اللي غايصرف على هاد المرا ديالو هاد الدري؟ والله ما تيمشي يقلب عليها. مع العلاقة تكون مقننة، ما تكونش بشكل عشوائية. بالفعل كاين شباب اللي ما مجوش إلى حدود 40 50 عام، وشابات وشباب، ولكن إلى دي بروبليم. بعض الدول فتحوا المجال كونكوبيناج وتيولدوا، ولكن ليطا تتحمل المسؤوليه ديال لي زانفون. الولد عنده واحد ستاتيو ديالو، يعني بحال كان والدين مجوجين. هذا من جهه. فيما يتعلق بالمغرب، المغرب دوله مسلمه، المجتمع ديالها متجدد، لا يتسامح مع هاد. صعيب، خصنا واحد اجيال واجيال واجيال عاد يمكننا نوصل لهذا المستوى هذا، وخاص شويه ديال الاعتماد على حقوق ديال المواطن. بالنسبه للدوله خصها تاخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق الذاتيه، خصوصيات وحميميات مهمه جدا بالنسبه لل لأن الإنتاج والإبداع لا يتم إلا بالإشباع. يعني اجتماعية نظيفة دي علاش لا؟ لأنه تتكون بنية على أسس متينة وعلى علاقة ديال الطيبة ما فيهاش ديك الميوعة، ما فيهاش حاجة اللي خارجة على الضوابط. لا 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 شغلهم هذاك حرية ديال الحرية ديالهم هما يتصرفوا، وراهم مسؤولين، راه عندهم واحد السن اللي وناضجين وعارفين شنو كيعملوا. فاحنا انا مع الحريه ديال انه العلاقه تكون علاقه طيبه الى اخره، واللي غادي ينتج عليها واحد المجتمع اللي غادي يكون صالح. انا معاها وما معاش، انا معاها من تتكون العلاقه إلا كانت غادي على واحد الأساس أنه عنده هدف في الآخر بحال الزواج بحال شي حاجة معقولة. أما إلا كانت شي حاجة ماشي هي هذيك، أنا تنحب الفكرة تكون ماشي هي هذيك. فهمتي أخويا؟
ما عرفتش كيفاش نقول لك في المساله هذه. المهم انا تنبغي المعقول، يعني الا كانت العلاقه معقوله مرحبا بها، الا كانت تفليه وداك الشيء ببلاش، داك الشيء تربينا عليه هنايا وهذا الشيء اللي كبرنا عليه هنايا.